مشاهدي قناة بيتي ستار، مرحبا بكم، مرحبا بالجميع. نتمنى من الله دائما تكونوا بصحة جيدة يا ربي، وانتم تتشاهدوا الفيديو لأول مرة تشاهد القناة تسمع لي غير تابونا وفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. مرحبا بالناس الجداد اللي تابونوا عندي في القناة، تنقول لهم مرحبا وألف مرحبا. فبيتي تتعرض لكم بالتمر والحليب، وكذلك الناس القدام فهم أصحاب القناة، وتنقول لهم بكم نتوما بيتي تعطي المزيد والمزيد. اليوم إن شاء الله بغيت نحضر أنا وياكم غيبة البهلة فواحد الحلة جديدة تجي من داك الشرفيع، واحد المذاق تجي بها خطير بزاف. نبداو على بركة الله في المقادير. بالنسبة للمقادير عندنا هنا كاس ديال سنيدة، كاس ديال الزنجلان، وكاس ديال الكوك. كما تتشاهدوا هنا أنا الكوك حمرته تولي اللون ديالو بني باش يعطي واحد المذاق غزال هو تزيد لنا غريبة ديالنا، وكاس ديال الزيت. وبالنسبة للدقيق عندنا واحد 500 غرام، ولكن انا نشوف عيني ميزاني ملي تنخلطوا الخليط نشوفوا شحال تخلينا. المهم شحال في التاي ديال الفيديو غنقول لكم بالضبط شحال ديال الفرص. وهنايا عندي جوج خمارات ديال المغرب، واللي باغ خمارة كبيرة ديال 15 غرام. هنا كاين واحد قبيصة ديال الملحة، وشويش واحد راس معلقة ديال القرفة، و 125 غرام ديال المارغرين ديال الزبدة. وهنايا عندي اللوز التزيين، والسكر كلاصي كذلك التزيين. خليكم معايا حتى لاخر الفيديو. دابا غادي ناخذ الزبده، غادي نزيد عليها سنيده، وغادي نبدا نخلط شويه بشويه، وغادي نزيد عليهم الزيت، ومن بعد الزنجلان والكوك، ومن بعد نزيد عليهم الفرص شويه بشويه. Thank you.
هي غريبه. من بعد ما درتها في السكر كلاصي درت على وجهها زينتها باللوز. بالنسبه للوز يبقى اختياري، اللي ما بغاش يديرو ما يديروش، واللي بغى يدير كاوكاو ديرو، اختيار بطبيعه الحال دائما تبقى لكم. بالنسبه للدقيق ديال الفورص فالمقادير كلها او المجموع كله ديال الفورص 380 غرام، هذا العبار الصحيح اللي عطيتكم. درت في الاول 500 غرام وشفت على حساب الخليط، يعني عيني مزيان. دابا غادي ندخلوها للفران على 180 درجه، نحطها من فوق حتى تتشخخ مزيان، ومن بعد نهبطها شويه لتحت ما تحمرش بزاف، المهم غير تاخذ اللون شويه ونخرجها. خليكم معايا ندوز انا وياكم طبق التقديم. هذه هي غريبه اللي حضرت انا وياكم اليوم بعد ما وجدت تجي هذا الشكل هذا. الصراحه الله تيجي المذاق ديالها غزال بزاف. مي كانت تطيب ما نعاودكمش ديك الريحه ديال الكوك وديال الزنجلان كي طالعه، وكذلك ملي دقتها فيها واحد القرمشه من داك الشي الرفيع. انا اكيد انكم غتجربوها وتولي معتمده عندكم، وكذلك اللي دقه عندكم وطلب منكم المقادير. بصحتكم وراحتكم الوصفه ديالكم ديال اليوم، تنتمنى تنال اعجابكم، وعيد مبارك سعيد وبصحه والسلامه لكم والعائله ديالكم وكاع الناس اللي عزاز عليكم. الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله، وكما العاده ما تنساونيش دائما بلي لايك.